ده انا نشفوا دمي في الجوازات في روسيا، قالوا لي ممكن ما تدخلش وتترحل. ده انا اصلا طلع عيني عشان اطلع الفيزا دي، وطلبوا مني الدعوة الاصلية. ده انا في الجوازات في مصر وانا لسه جاية اطلع من مصر، قالوا لي هات تذكرة عودة. ما معكش تذكرة عودة ليه؟ كل الحاجات دي هنناقشها النهاردة في الحلقة. عايز تهاجر ومش قادر. السلام عليكم، معاكم محمود من قناة ترو لايف وسلسلة حلقات عايز تسافر ومش قادر. النهاردة بتناقش معاك على قصص كتيرة ومتنوعة، تابعني. انا بفترض ان انت خلاص نجحت في السفر، لكن مراحل السفر اللي عديت بيها لازم الخبرة دي نشرحها او نتناقش فيها شوية. اول حاجة انا قلت لك تورط نفسك خطوة في خطوة، سواء في دراسة، في دعوة خاصة، في سياحة، في اي حاجة من الدعوات والحاجات اللي تقدر تدخلك روسيا او اوكرانيا. بما ان انا بتكلم وورايا العلم ده بتاع اوكرانيا، فهنركز شوية على وضع اوكرانيا. دلوقتي الفيزا السياحية شبه مستحيلة، او قاهرة الرجال زي ما بيقولوا، فيها صعوبة كبيرة ان انت تاخد الفيزا السياحية لاوكرانيا. بيطلب منك مصاريف كتير واوراق كتير، وفي الاخر تاخد رفض. فخلينا في الدعوة الخاصة. الدعوة الخاصة دي حاجة مشتركة ما بين روسيا واوكرانيا، موجودة في البلدين. تقدر تخش بالدعوة الخاصة دي وتقعد لحد ما تلاقي بنت الحلال، لحد ما تلاقي شغل، لحد ما تعمل اقامة. الاقامة طبعا لازم، انت في الوضع الخاص طبعا بالنسبة لروسيا ان انت لازم تستنى 4 شهور عشان يطلع لك الاقامة المؤقتة، وليها شروط قلناها قبل كده. بينما في اوكرانيا الوضع شوية صعب، ان انت لازم تخرج وتدخل بفيزا من النوع دي علشان تقدر تاخد الاقامة المؤقتة. الموضوع النهاردة مش بخصوص الفيز، فمش هتكلم كتير عن موضوع تطليع الفيزا، لكن مشاكل الفيزا وان انت اترفضت. طيب قدم تاني، في ناس تقدم مرتين ويقولك اترفضت مرتين. طيب انت كان اصلا من المرة الاولى ما كانش لازم ان انت تتعب نفسك وتقدم تاني، لا انت كان ممكن تعمل شكوى. ناس كتيرة ما تعرفش ان انت اما بتقدم للفيزا لاوكرانيا من حقك ان انت تعمل ابيل او التماس، ان انت تقول لهم مثلا انا رايح لفلان، انا رايح اقعد 4 ايام، انتوا رفضتوني ليه؟ انا هرجع، انا عندي شغل، انا عندي بيزنس، انا واخد اجازة، ادي الاتش ار ليتر، ادي حاجات كتير. ما تسيبش حقك على قد ما تقدر. بقول للناس اللي اترفضوا لا ما تقدمش تاني قبل ما يكون السبب اللي اترفضت عليه الاولاني انتفى. يعني مثلا يقول لك احنا مش متاكدين ان انت هترجع من اوكرانيا، فانت تجيب اثبات زياده علشان يعزز موقفك، تقدم بيه التماس الاول، وبعد لو اترفض الالتماس مفيش داعي انك تقدم مره تانيه وتصرف فلوس على الفاضي. في ناس كتير بتقول ان مانع الفلوس هو اللي معطلني، هو اللي خلاهم يرفضوني. بس انت بتقدم مرة واثنين وتلاتة وتترفض، طب معناها ان في فلوس. مش كل تقديمة دي بفلوس، مش بتدفع عليها، معناها ان في فلوس. طب ما تستنى وما تستعجلش، استنى 2 3 4 لحد ما تجمع المبلغ، وحط في حسابك البنكي مبلغ محترم، تخلي كل واحد في السفارة يخرس ويتكتم وما يقولكش انت ممكن ما ترجعش، او الانسفيشن فاند مثلا يقولك انت فلوسك قليلة، ازاي رايح سياحة او ازاي رايح دعوة خاصة، هتعيش عالة على الشخص اللي هو داعيك، واللي داعيك ده ممكن حسابه البنكي برضو مش كبير. فالنقطة دي مهمة جدا، ما تستعجلش وحاول تصبر. اللي ناقص زبطه 2 3 زيادة، ما جراش حاجة، الدنيا ما تهددش، احسن ما تترفض وتستنى برضو هم 2 3. نصيحة مهمة، انك انت لو اترفضت المرة الاولى ما تقدمش بعدها في التانية مباشرة، بعدها بشهر ولا حاجة، لا استنى فترة، 4 شهور 6 شهور ان امكن. مهم برضو اقولك ان ممكن تكون متزوج، سواء متجوز في اوكرانيا او متجوز في مصر، ده انا بتكلم على اوكرانيا. في حالة الزواج ده ما تجيش تقدم على طول بعدها باسبوع ولا بعشر ايام وتقول لهم انا عايز فيزا دي، هتترفض. عايز دعوة شخصية، هتترفض. ليه؟ لان الوقت قليل، هيقولك ده يعني جوازة على اساس المصلحة، ده دماغهم يعني. فانا نصيحتي ليك بعد الزواج، لا ادي كده فترة، يا ريت سنة او 6 شهور على قد ما تقدر. واول زيارة تقول ان انا هروح 5 ايام ولا 4 ايام وخلص نفسك، خلي الموضوع سهل عليهم،
انهم يبلعوه، وسهل برضو عليك عشان ما تدفعش كتير في تقديمه مرة واثنين وثلاثة، وتعمل شكوى وتقول لهم والله مراتي والله مراتي، وهم يقول لك اه مصدقين انها مراتك بس ده على الورق بس، احنا مش مصدقين انكم متجوزين بجد. بالنسبة لروسيا بيبقى في مقابلة خاصة زي ما موجود في اوكرانيا بالظبط، الفلوس بالنسبة لهم مهمة ويمكن هي اهم حاجة، ما بيبصش على حاجة تانية غير رصيدك كام وانت شغال فين، خلاص انت هنا. الموضوع اسهل شوية بالنسبة لروسيا، لكن الفلوس، انت معاك فلوس وقلت لهم انا رايح هتفسح 10 ايام 20 يوم 30 يوم، خلاص اطمن ان معاك فلوس، اداك الفيزا، مفيش رفض كده مفاجئ زي ما بيحصل في اوكرانيا ما تعرفش ايه اللي حصل، طب انا في حسابي في فلوس كتير، بس الجوازه يقول لك انت ما مش متاكد انها مراتك. في روسيا سفاره روسيا ما بيحصلش كده، 90 99% من الحالات ما بيعترضوش، ما دام مراتك خلاص تاخد اللي هي الدعوه بتاعت العائله وخلاص، اللي هي بتقعد 3 شهور في روسيا، فدي ما فيهاش مشكله. هنطلع من حته الفيزا ونخش دلوقتي في الدخول المطار، في مطار القاهرة أو في مطار الدولة العربية اللي أنت منها، وأنت طالع هيقولك أنت رايح سياحة؟ لا أنا رايح دعوة خاصة. طب فين تذكرة العودة؟ أنا عارف إن في ناس كتير سافرت وما قالهمش فين تذكرة العودة، أنا متأكد من ده، لأن في دول لحد آخر 2018 كان بالوضع ده، لكن روسيا نفسها السلطات الروسية بقت تأكد عليهم وتقول لهم لازم تتأكدوا من المسافر قبل ما يجي لنا ان هو معاه تذكره عوده، بالذات ان في ناس اتعمل ده ديبورتاتسا او ترحيل من بعد ما وصلوا روسيا رجعوهم تاني، فعشان كده يقول لك وريني تذكره العوده مش عايزين مشاكل، لان شركه الطيران هتتحمل رجوعك ثمن رجوعك. على فكره التذكره ذهاب وعوده احيانا بتبقى ارخص لك من تذكره ذهاب بس، فهات تذكره ذهاب وعوده وريح نفسك وريح دماغك من موظف هيبيع ويشتري فيك في المطار. فاقفل الموضوع ده علشان ما تضطرش ان انت تشتري تذكرة بالغالي يوم السفر مضطر، وتدفع برضه فلوس كتيرة تاخدها من المبلغ اللي انت مسافر بيه. الحاجة التالتة بقى، اما بتروح المطار هناك، انا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده بس بكرر تاني علشان الحلقة دي متعلقة بحاجة معينة لازم تبقى الفكرة متكاملة مع بعضها، فهكرر لك الكلام تاني. ما تلبسش جاكيت اسود واسع عليك، لازم تكون ما بتبصش حواليك وانت واقف في الطابور في المطار باصص قدامك، لا تبص على اللي رايحه ولا اللي جايه ولا اللي قاعد ولا اللي قايم، لان في كاميرات بتراقب الطابور كله بتبقى شايفه، لو انت حركاتك مريبه وعمال تبص كده وتعمل حركات لا اراديه وتهرش شعرك وتدعك في عينك ورموشك وتظبط في دقنك كل 5 ثواني اكيد دي شكل حد مريب، ولو انت شفت نفسك هترتاب من نفسك. غير كده لازم اما بيجوا يجي يسألوك بتكون انت محضر نفسك للأسئلة والأجوبة معاك، وبترد بكلمة كلمتين بالكتير سواء بالإنجليزي أو بالروسي لو بتعرف روسي. بتوصل عند شباك الجوازات، الموظفة أو الموظف بيسألك بتاع الجوازات سبب المجيء لنا ايه؟ زيارة، كلمة واحدة. طيب في حد مستنيك؟ ايوه. معاك رقم تليفونه؟ معاك عنوانه؟ ايوه اهو. معاك الدعوة أو صورة الدعوة؟ أهي. معاك فلوس كاش؟ معايا. معاك ما معكش فلوس أو معاك فلوس بس في الكارت؟ أه معايا فلوس بس في الكارت هسحب منها. هتقعد كام يوم؟ كذا. شكرا اتفضل الحمد لله على السلامة. الثبات الانفعالي مهم جدا ولازم تبينه للشخص اللي بيستجوبك في الجوازات. لازم تبين ده عن طريق ايه؟ عن طريق ايديك. لو انت ايديك طبيعتها بتترعش وقف المواقف الصعبة وما بتعرفش تداري ده ما تبينش ايديك، حاول تحط ايدك في جيبك ايد واحدة او الايدين زي ما انت عايز، لكن لو انت تقدر تثبت ثباتك الانفعالي وده احسن بكتير ان انت تحط ايدك او ايديك الاتنين على الديسك بتاع الجوازات قدام الشخص وتبقى عينك في عينه، يسألك السؤال تجاوبه بهدوء، يقولك مش عارف ايه تقول له فيزيت زيارة، في حد مستنيك؟ يس. لكن في ناس تانية بيبقى في حالة بانيك وده غلط 100% لان هو بيرحلك علشان عندك بانيك، مش عشان ورقك ناقص، مش عشان ما معكش فلوس، لكن عشان بيحس ان انت عندك بانيك. ليه؟ يبقى انت بتكذب، يبقى الكذابين اكيد مخبي وراه حاجة، بالذات لو لابس جاكيت اسود واسع عليه فيحس ان انت مخبي تحتيه حاجة، او انت متعود انك تشيل تحتيه حاجة ومتفجرات ايا كان
راجل مريب ادخلك بلدي ليه؟ فعشان كده بيقول لك ما تخشش. لكن لو واثق من نفسك، جه سألك ما قلت له بهدوء، جاوبته، خلاص انت دخلت، الحمد لله على السلامة. في النهاية بعد ما نجحت انك تعدي كل المراحل دي، اذا انت نجحت نجاح كبير في الجزء ده. لازم تقدر نفسك، لازم تقدر ان انت عبرت في وقت تاني ناس مش قادرة تعبر الحدود دي كلها. لازم تعرف قيمة النعمة اللي انت فيها، وتقدير النعمة دي وشكرها، انك تشكر ربنا على النعمة دي، هقوله في الحلقة الجاية. تابعني، هقولك على حاجات كتير هتقابلها في اول 10 ايام وفي اول شهر، وحاجات تعملها وحاجات ما تعملهاش، وناس غريبة هتقابلهم وناس محترمة هتقابلها. ازاي تختار ده من ده؟ هقولك كله في الحلقة الجاية. اشوفكم على خير، في حفظ الله. السلام عليكم.